في 31 من أيار مايو من العام 2013 ردت الدائرة التمهيدية الأولى بالمحكمة الجنائية الدولية الدفع بعدم مقبولية الدعوى المقامة أمامها ضد سيف الإسلام القذافي، ويشتبه بأن الأخير ارتكب جرائم ضد الإنسانية تتمثل في القتل والاضطهاد، يدعى بارتكابها في ليبيا ما بين 15 من شباط فبراير من العام 2011 و28 من شباط فبراير من العام 2011 على أقل تقدير. وخلصت الدائرة المؤلفة من القضاة سيلفيا فرنانديز دي غورمندي رئيسة الدائرة وهانس بيتر كول وكريستين فاندين وينغيرت إلى أن ليبيا غير قادرة على إجراء ملاحقات جدية بحق سيف الإسلام القذافي، واعتبرت أن الأدلة المقدمة لم تكن كافية لإثبات أن التحقيقات الوطنية وتحقيقات المحكمة الجنائية الدولية تشمل القضية عينها. تحدثنا إلى السيد فادي العبدالله المتحدث الرسمي باسم المحكمة الجنائية الدولية عن هذا القرار وعن الوضع في ليبيا. تطلب السلطات الليبية من المحكمة أن تترك القضاء الليبي ليحاكم سيف الإسلام القذافي. لماذا ترفض المحكمة الجنائية الدولية ذلك؟ إن نظام روما الأساسي الاتفاقية المنشئة للمحكمة الجنائية الدولية يتضمن مبدأ يحترم سيادة الدول، هو مبدأ التكامل. والطلب الليبي الذي يطلب من المحكمة الجنائية الدولية وقف الملاحقات تجاه سيف الإسلام القذافي كي يتولاها القضاء الوطني الليبي هو مبني على هذا المبدأ. لكن المحكمة الجنائية الدولية اعتبرت أن السلطات الليبية لم تكن قادرة على إثبات أن نظامها القضائي الوطني قادر على إجراء ملاحقات جدية بحق سيف الإسلام القذافي لنفس التهم الموجهة إليه أمام المحكمة الجنائية الدولية. إن قضاة المحكمة الدولية شددوا على أن ليبيا بالمعاونة من حكومات ومنظمات إقليمية ودولية قد اعتمدت جهود كبيرة لإعادة بناء المؤسسات ولإنشاء دولة القانون وتعزيز قدراتها. كما شددت الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية على الاستراتيجية الموجودة حاليا لدى السلطات الليبية لتحسين الأداء لدى جهاز الشرطة ولتحسين الأمن في المحاكم وأمن المشاركين في الإجراءات وكذلك أمن مراكز الاعتقال. ولكن بالرغم من هذا التقدم المنوه به إلا أن قضاة المحكمة اعتبروا أن ليبيا لا تزال تواجه عراقيل كثيرة تمنعها من مد وبسط سلطتها القضائية على كامل الأراضي الليبية. وبالأخص فقد لاحظ قضاة المحكمة الجنائية الدولية أن ليبيا لم تستطع أن تأمن نقل سيف الإسلام القذافي إلى وصاية الدولة، وأن هنالك معوقات تعرقل موضوع تأمين التمثيل القانوني لسيف الإسلام القذافي خاصة في الوضع الأمني الحالي في ليبيا، وكذلك تمنع عملية جمع الأدلة. كما اعتبر قضاة المحكمة الجنائية الدولية أن الأدلة التي قدمتها السلطات الليبية لم تكن كافية لإثبات أن القضية موضع التحقيق في ليبيا تشمل نفس الأفعال والتصرفات الجرمية المنسوبة إلى سيف الإسلام القذافي في القضية المرفوعة أمام المحكمة الجنائية الدولية. وبالتالي فقد اعتبر القضاة أن من الضروري استكمال السير في قضية وملاحقة سيف الإسلام القذافي أمام المحكمة الجنائية الدولية. وتجدر الإشارة إلى أن هذا القرار قد يكون موضعا للاستئناف، كما أنه إذا تم تجميع الشروط القانونية اللازمة فإن بإمكان السلطات الليبية أن تتقدم من جديد بدفع بعدم مقبولية الدعوة أمام المحكمة الجنائية الدولية. ما هو مبدأ التكامل؟ المحكمة الجنائية الدولية هي محكمة مكملة لعمل القضاء الوطني ولا تحل محله، أي أن المحكمة الجنائية الدولية لا تتدخل في ملاحقة الأشخاص المشتبه بهم في ارتكاب جرائم على قدر كبير من الخطورة إلا إذا كانت السلطات الوطنية لا تجري الملاحقات أو هي غير قادرة أو غير راغبة في إجراء ملاحقات جدية للأشخاص عينهم وللتهم عينها المنسوبة إليهم أمام المحكمة الجنائية الدولية. قد يكون هذا مثلا إذا كان هنالك مماطلة في الإجراءات
أو إذا كان هنالك غياب للقدرة الحقيقية على إجراء الملاحقة الجدية وتقديم المحاكمة لهؤلاء الأشخاص. في الوضع الليبي قدمت السلطات الليبية بناء على مبدأ التكامل هذا طلبا بالدفع بعدم مقبولية الدعوة المقامة ضد سيف الإسلام القذافي أمام المحكمة الجنائية الدولية، مطالبة بأن يترك المجال للقضاء الوطني الليبي كي يلاحقه. لكن الدائرة التمهيدية الأولى في المحكمة الجنائية الدولية اعتبرت أنه لم يكن هنالك أدلة كافية تثبت قدرة القضاء الوطني الليبي على ملاحقة سيف الإسلام القذافي، وتثبت أن الملاحقة الجارية حاليا في ليبيا تغطي نفس الأعمال الجرمية المنسوبة إليه، والتي قد ترقى إلى مزاعم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية تتضمن الاضطهاد والقتل، ويدعى بارتكابها في ليبيا ما بين 15 من شباط فبراير عام 2011 إلى نهاية شباط فبراير من العام عينه على الأقل. هل تطلب المحكمة الجنائية الدولية تسليم سيف الإسلام القذافي إليها؟ في قرارها الصادر في يوم 31 أيار مايو 2013 ذكرت الدائرة التمهيدية الأولى من المحكمة الجنائية الدولية السلطات الليبية بواجباتها وفقا للقانون الدولي ووفقا لقرار مجلس الأمن 1970 بالتعاون الكامل مع المحكمة الجنائية الدولية، بما في ذلك ما يتعلق بتسليم المشتبه بهم ومن ضمنهم سيف الإسلام القذافي إلى المحكمة الجنائية الدولية. وإلا إذا قرر القضاة غير ذلك بناء على طلب ليبي لاحق، فإن السلطات الليبية ملزمة بالتعاون وتسليم سيف الإسلام القذافي إلى المحكمة الجنائية الدولية، والمحكمة سوف تتعاون مع السلطات الليبية لتأمين نقله إلى المحكمة الجنائية الدولية في أقرب وقت ممكن. هل ينتهك قرار المحكمة الجنائية الدولية سيادة ليبيا؟ لقد أحال مجلس الأمن بقراره الصادر وفقا للفصل السابع رقم 1970 الوضع في ليبيا إلى المحكمة الجنائية الدولية. صحيح أن ليبيا ليست عضوة في نظام روما الأساسي وليست منضمة إلى المحكمة الجنائية الدولية، ولكنها دولة عضو في الأمم المتحدة، وبالتالي فإن قرارات مجلس الأمن ملزمة لها، أي أن هنالك موجبا قانونيا وفقا للقانون الدولي يلزم الدولة الليبية بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، ويلزمها باحترام الإطار القانوني الناظم لعمل المحكمة. وبالتالي وفقا لكل هذا فإن القرارات التي تصدرها المحكمة الجنائية الدولية لا تشكل انتهاكا للسيادة الليبية. إضافة إلى ذلك، القرار الصادر في 31 أيار مايو 2013 والذي رد الدفع الليبي بعدم مقبولية الدعوة ضد سيف الإسلام القذافي لم يصدر إلا بعد أن منح القضاة وقتا ومهلا كافية للدولة الليبية كي تقدم الأدلة التي قد تثبت قدرة النظام القضائي الليبي على ملاحقة سيف الإسلام القذافي ملاحقة جدية للتهم عينها، ولكن القضاة اعتبروا أنه لم تتوافر مثل هذه الأدلة الكافية. المحكمة تحترم سيادة الدول، والمبدأ الناظم لعملها هو مبدأ التكامل مع القضاء الوطني، والذي يمنح القضاء الوطني السلطة الأولى لإجراء الملاحقات. ولكن إذا لم تكن هنالك قدرة على إجراء ملاحقات جدية أو على إجراء هذه الملاحقات بالتهم عينها المنسوبة إلى الشخص أمام المحكمة الجنائية الدولية، فمن الضروري أن تسير المحكمة الجنائية الدولية في إجراءاتها، وذلك لتأمين عدم الإفلات من العقاب، وكذلك لتأمين العدالة للمجني عليهم. هل القرار برد الطلب الليبي قرار نهائي؟ وفقا لنظام روما الأساسي فإن القرارات التي تصدر بشأن مقبولية أو عدم مقبولية الدعاوى المرفوعة أمام المحكمة الجنائية الدولية هي قرارات تقبل الاستئناف. فضلا عن ذلك، إن الدائرة التمهيدية الأولى التي أصدرت القرار برد الدفع الليبي ذكرت أيضا بأن حيثية الحكم مرتبطة بالوقت الذي يتم فيه تقديم الطلب وتقديم الأدلة، وبالتالي فإن هذا الأمر قد يتغير مع الوقت، وإذا ما توافرت الشروط القانونية اللازمة لذلك فإن بإمكان السلطات الليبية أن تقدم دفعا جديدا بعد مقبولية الدعوة إذا توافرت الشروط. هل ستفتح المحكمة الجنائية الدولية قضايا أخرى فيما يتعلق بليبيا؟ لقد صرحت السيدة فاتو بن سودا المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية مؤخرا بأن مكتبها لا يزال يواصل التحقيقات فيما يتعلق بالوضع الليبي وبادعاءات بجرائم على قدر كبير من الخطورة
قد يكون ارتكابها مسؤولون من النظام السابق وبعضهم قد يكون مقيما خارج ليبيا. وأوضحت أنها قد تتقدم من قضاة المحكمة الجنائية الدولية بطلب لفتح قضية أخرى، وقد يضاف إليها قضايا إضافية، وذلك يتعلق بمدى نجاح وتقدم الدولة الليبية في تطبيق استراتيجياتها القضائية حاليا. كما أفادت السيدة فاتو بن سودة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بأن مكتبها ينظر أيضا في ادعاءات بجرائم يزعم بأن الثوار قد ارتكبوها، وذكرت الحوادث التي يدعى بارتكابها في تاورغا أو حوادث الاعتقال التعسفي أو القتل أو التعذيب أو الاضطهاد الذي يدعى بأن بعض الجماعات تتعرض له بناء على النظرة إليها بأنها كانت مقربة من النظام السابق. في أي مرحلة أصبحت قضية عبد الله السنوسي؟ في 2 نيسان أبريل عام 2013 تقدمت السلطات الليبية بطلب بعدم مقبولية الدعوى المقامة أمام المحكمة الجنائية الدولية ضد السيد عبد الله السنوسي، وذلك وفقا لمبدأ التكامل، معتبرة أن القضاء الوطني الليبي قادر وراغب على إجراء الملاحقات الجدية بحق السيد السنوسي. قضاة المحكمة الجنائية الدولية يتلقون الأدلة من السلطات الليبية ومن سائر أطراف الدعوة والمشاركين فيها، وسوف يبتون في الطلب الليبي في المهلة المناسبة. لكن تنبغي الإشارة إلى أن الطلب الليبي هذا منفصل عن موضوع رد الدعوة فيما يتعلق بسيف الإسلام القذافي، أي أن القرار الذي صدر في 31 أيار مايو 2013 والذي رد الدفع الليبي بعدم مقبولية الدعوة ضد سيف الإسلام القذافي هو منفصل وغير متعلق أبدا بما سوف يبت به في موضوع عبد الله السنوسي، وبالتالي لا يمكن حاليا أن نجزم بما سوف يكون عليه قرار القضاة في وقت لاحق.